وقراها تحكي حكايات عن أمجاد عن بطولات. لا تسأل عن اسمها إنها مهبط وحي ورسالات. وقراها تحكي حكايات عن أمجاد عن بطولات. لا تسأل عن اسمها إنها مهبط وحي ورسالات. مهبط وحي ورسالات. التضاريس والطبيعة. تخيل أن تتيح لك بلاد أن ترى كل أنواع التضاريس الطبيعية مجتمعة في بقعة جغرافية واحدة: بحر وسهل وشطآن، جبل ووديان، هضاب وتلال ومروج، صحراء وأغوار وينابيع. هذه الفرادة تشابكت وتداخلت هنا على أرض فلسطين، مشكلة نظاماً بيئياً متكاملاً سمح بخلق مناخ متنوع وخاص، أتاح الحياة لمئات الأنواع من النباتات والحيوانات. يتأثر المناخ هنا بعوامل طبيعية والموقع الجغرافي للبلاد، حيث تمتلك فلسطين عموماً مناخاً معتدلاً يمتاز بأنه حار وجاف صيفاً وبارد ممطر شتاء، وهو مناخ الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. أما في جغرافيا الداخل فتتوزع الحرارة بين دافئة في منطقة الأغوار تبلغ حوالي 25 درجة مئوية، وأقل منها في المناطق الساحلية، وأكثر برودة في المناطق الجبلية، مع كميات أمطار متفاوتة. تختزن أرض البلاد مئات الينابيع الجوفية التي تكثر في المناطق الجبلية، في حين تمتد في الأراضي أنهار معظمها قصيرة وموسمية تنحدر من سفوح الجبال. في هذا التنوع التضاريسي المبهر ينشط قطاع السياحة في جميع فصول العام، ففي فصل الصيف يزداد الإقبال على مصايف المناطق الجبلية المرتفعة، وفي فصل الربيع تتحول البلاد إلى واحة غناء شديدة الخضرة. أما في الشتاء فتبدو الأغوار المكان الأفضل والأكثر دفئاً لقضاء وقت ممتع للسياح القادمين من جميع أنحاء العالم. تحظى فلسطين بموقع جغرافي مميز مكنها من أن تطل بأراضيها على البحر غرباً، فامتدت شطآنها على طول حدودها الغربية من أقصى الشمال حيث رأس الناقورة النقطة الحدودية الشمالية مع لبنان إلى مدينة رفح في أقصى الجنوب، والتي هي امتداد لرفح المصرية. على زرقة هذه المياه أطلت لمسافات جبال وسهول ومناطق داخلية صحراوية. على مساحات واسعة تمتد سهول فلسطين التي تنقسم إلى قسمين: سهول ساحلية وأخرى داخلية. أما الساحلية فهي تلك التي تلقي بجمالها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ممتدة على طول 224 كيلومتر، والتي أقيمت فوقها على مدى مئات السنين عشرات المدن والموانئ والتجمعات السكنية، حيث كان البحر منفذ الناس في الهرب أيام الحروب، وللتجارة والصيد وكسب لقمة العيش، والاستمتاع بكثير من التسلية والترفيه أيام السلم والرخاء.
تشكل السهول الساحلية ما نسبته 13% من مساحة فلسطين. تبدأ هذه السهول بسهل عكا في الشمال والمرتفع عن سطح البحر حوالي 150 متراً، وعليه تقع مدينة عكا أقدم وأهم المدن التاريخية. يليه سهل الكرمل المنتهي عند مجرى نهر اسكندرون، لتبدأ بعدها السهول بالاتساع كلما اتجهنا جنوباً، حيث السهل الساحلي الجنوبي الذي يبدأ بالقرب من مدينة حيفا وصولاً إلى رفح، مشكلاً أطول السهول الساحلية. تعرف هذه المنطقة بجودة أرضها الزراعية، فهي الأفضل على مستوى البلاد، لذا تنتشر فيها بيارة الحمضيات الفلسطينية ذات الشهرة العالية، وتعتبر من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان، حيث تتموضع عليها عدد من المدن الهامة كيافا وغزة. تتحول هذه الأماكن إلى منتزهات ومتنفس للناس خلال أيام الطقس الدافئة، حيث الاستمتاع بالهواء النقي والبساط العشبي شديد الخضرة. الاتجاه شرقاً نحو الداخل الفلسطيني يعني المرور بالعديد من الارتفاعات الجبلية المطلة على مدينة أو أكثر، قد تكون جبال الجليل جزءها الأعلى والأدنى أشهر هذه المرتفعات نظراً للمساحات التي تشغلها والتي تزيد عن 2000 كيلومتر مربع، إضافة إلى وجود العديد من المدن ذات الأهمية الدينية والاستراتيجية كمدينة الناصرة ومدينة صفد، وتضم سلسلة الجليل مرتفعات هامة كجبل الطور وجبل كنعان وجبل الجرمق أعلى قمم الجبال فلسطين، فيما تصنع سفوح جبال أخرى أقل ارتفاعاً جزءاً من مدن فلسطينية أساسية كجبال القدس ونابلس ورام الله ورأس الكرمل والخليل. الحدود الشرقية لفلسطين هي المناطق الأكثر خصوبة لحصولها على امتيازات مياه وفيرة قادمة من مصادر متنوعة في المنطقة، تشمل كل أشكال تواجد المياه على وجه البسيطة، البحر والنهر والبحيرات والينابيع والمياه الجوفية. أما البحيرة فهي طبرية، أهم وأكبر مصادر مياه الشرب والري في المنطقة، تقع بين منطقة الجليل شمال فلسطين وهضبة الجولان جنوب سوريا، ويعرف عنها عذوبة مياهها. أما عن مصدر تلك المياه فهي تجمع لمياه الأمطار التي تهطل عليها مباشرة، فيما الجزء الأكبر منها مصدره ثلوج جبال الشيخ التي تصل إليها ذائبة عبر ينابيع متفجرة في نهر الأردن خلال فصل الربيع. ينسدل بعدها نهر الأردن مشكلاً حداً طبيعياً بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، ليمتد على طول 320 كيلومتر وصولاً حتى البحر الميت. تعرف هذه المنطقة بمنطقة غور الأردن أو منطقة الأغوار، وهي تضم إضافة إلى البحر الميت منطقة وادي عربة
ويعد الغور جزءاً من الشق الجيولوجي الكبير الذي يمتد من مدينة حلب في الشمال وينتهي في البحر الأحمر. الطبيعة المتنوعة لفلسطين سمحت بأنماط حياتية مختلفة للسكان. يعيش الناس هنا في الجنوب حياة البدو بكل تفاصيلها، فهم ينحدرون من قبائل بدو سيناء والأردن وشبه الجزيرة العربية. أما المناخ فهو حار جداً نظراً لامتداد صحراء النقب على مساحات واسعة بدءاً من الحدود الأردنية شرقاً وحتى سيناء المصرية غرباً. ومن أهم المدن هنا مدينة بئر السبع التي تعد عاصمة النقب، ويشير قدمها إلى استيطان الحضارات والشعوب هنا منذ مئات السنين. هذه الطبيعة المتنوعة تصر على أسر عيون الناظرين حتى آخر نقطة جنوبية للبلاد. رغم صغر مساحة فلسطين، إلا أن التنوع البيئي لهذه البلاد يبدو مثيراً للانتباه. تضم اليوم قرابة 3000 فصيل نباتي، وآلاف أخرى من الثدييات والحشرات والزواحف، ومئات أنواع الطيور المستوطنة منها والمهاجرة. وهي اليوم غنية بعشرات المحميات الطبيعية التي تحظى باهتمام سياح ودعم حكومي، وتنتشر في مختلف المناطق، حيث توجد في الضفة الغربية وقطاع غزة وحدها 48 محمية طبيعية. كما تحولت كثير من طرقها البيئية إلى مسارات طبيعية يسلكها السياح والسكان وطلاب المدارس والجامعات للتعرف على جمال البلاد وسحر طبيعتها، وقبل كل ذلك ترسيخا للمعلومة وجذورها في مواجهة رواية الاحتلال ومحاولاته تشويه التاريخ والجغرافيا وسرقة المواد البيئية والطبيعية لفلسطين، كما كل مقومات الحياة. يعرفها الكون عاصمة لفلسطين وهي القدس، يحدوها الشوق باسمة لمصلينا سجد وهمسوا. ففلسطين هي لا تلقوا، ففلسطين هي لا تلقوا، ففلسطين هي لا تجثو، ففلسطين هي لا تجثو، وجنين جنائنها تموج في موقعها تربط مدنا حيفا نيسان. مدن بالخيرات تسخر، نابلس آثارها نابضة في التاريخ مجدها يذكر. بيت لحم حيث ولد عيسى نبي الله المرسل، باسم دين الله المنزل. ففلسطين الوطن الأمثل، ففلسطين الوطن الأمثل. هاي 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 هاي، رام الله الرملة والبيرة، أرضها بالخيرات غزيرة، زيتونها أشجاره بركة، يكاد يضيء زيت هدية.